مساء الخير على حضراتكم، حلقه جديده من برنامج السادسه. كلام كتير قوي طبعا عن النادي الاهلي وتمرين الفريق طبعا قبل مباراه طلائع الجيش يوم السبت، واللي ان شاء الله هنستلم فيها درع الدوري. الخبر دلوقتي اللي شاغل الناس قوي على السوشيال ميديا يمكن انه الكاف بيدرس احتماليه تاجيل نهائي دوري ابطال افريقيا ونص نهائي طبعا الاياب ما بين الرجاء والزمالك لموعد تاني غير الموعد المحدد اللي هو مفروض 6 نوفمبر موعد النهائي. الناس مشغولة جدا، في آراء كتير جدا مختلفة انه اذا كان ده في صالحنا مش في صالحنا، في قلق حاصل شوية على السوشيال ميديا. بس ايا كان اللي هيحصل المفروض الامر ده يتأكد النهاردة او بكرة بالكتير. ايا كان اللي هيحصل، كل اللي يهمنا ان احنا مركزين. احنا مش اول مرة المباريات تتأجل، اتأجلت قبل كده وشفنا اداء رائع من النادي الاهلي. كل اللي يهم الفترة الجاية ان الفريق يفضل في تركيزه، سواء كانت المباريات هتتلعب في ميعادها او بعد كده، لازم تكون اللعيبة والجهاز الفني في كامل التركيز. واكيد في ايجابيات وفي سلبيات لموضوع التأجيل ده يا احمد. مساء الخير يا سارة، ومساء الخير على كل مشاهدي السادسة، اهلا وسهلا بحضراتكم. يعني طبعا هو علامة استفهام كبيرة جدا فيما يتعلق بقرار التأجيل، وبصرف النظر الموضوع من ناحية بالتأكيد هيكون له أثار إيجابية، يعني بالتأكيد فرصة أكبر وتنفس أوسع للفرقة أنها ترتاح وتجهز على مهلها، تجهز اللي ما كانش جاهز وترجع اللي كان مصاب، كل ده كويس جدا. لكنك أنت تبعد بالمباراة عن مباراة قبل النهائي المسافة دي كلها، والأهم بقى في الموضوع، ودي علامة الاستفهام المهمة بجد اللي أنت تحاول تدور ليها يعني على إجابة ما تلاقيش. يعني إحنا بنتكلم على أنه في مواعيد مقترحة في 10 الأواخر من نوفمبر، يعني أو ممكن 18-19، بس لما تشوف أجندة الدولية وتشوف ماتشات منتخب مصر ده مستحيل، ومستحيل يتأجل يومين ثلاثة، يعني مستحيل ترحله من 6 لـ8 أو لـ10، ده هيبقى صعب جدا، لأنه برضو أنت عندك أجندة دولية وعندك منتخبات بتستعد وبتجهز لماتشات. إحنا عندنا مثلا توجو 14 و17، فبالتالي هتروح فين؟ والاحتمال المرجح أكتر يعني، أو اللي نسبته يمكن تكون أكبر، أنك تروح لبعيد أو تروح بقى إيه يعني 23-25 نوفمبر، ودي مسافة كبيرة جدا وفصلة الحقيقة. يعني أنا بيتهيألي إحنا كده تقريبا دخلنا سيزن تاني يأثر على استعدادنا. زي ما قلت لحضراتكم، ليه نواحي إيجابية وليه نواحي سلبية. على كل أحوال أعتقد الموضوع ده هيحسم النهاردة، يعني اللجنة التنفيذية للكاف في اجتماع مع لجنة الخبراء عشان يدرسوا الموضوع، وأعتقد في خلال ساعات بسيطة جدا هيطلع الخبر اليقين. خلينا نروح لفرقتنا واستعداداتها وتمرينة النهاردة اللي كانت تمرينة قوية جدا، بس خلونا نروح لفاصل الأول ونرجع لحضراتكم مرة تانية. طبعا احنا في انتظار نجوم النادي الأهلي يوم السبت إن شاء الله في مباراة ختام الدوري واحتفال تسليم الدرع. أيا كانت المباراة وأيا كانت البطولة وأيا كانت الحسابات، بيهمنا دايما نتفرج على فرقتنا ونطمن عليها، خصوصا زي ما حضراتكم عارفين انه يمكن تكون في لعيبه كانت بعيده عن المشهد بشكل كبير، هنشوفها بتظهر في ماتش السبت ان شاء الله. الاكيد عشان يعني نقطع الشك باليقين زي ما بيقولوا، السولية وحمدي فتحي طبعا دول مش موجودين. السولية طبعا خد طرد في اخر ماتش الاهلي امام بيراميدز، وحمدي فتحي عنده 3 انذارات، فدول هيغيبوا. مين هيرتاح بسبب الاجهاد ومين هيشارك عشان يتجهز، ده اللي هيبان واللي يمكن تكون وضحت معالمه من تمرينه النهارده. نروح كمان عشان نطمن اكتر على اللعيبه والتمرين النهارده، نروح لمراسلنا كريم احمد من ملعب اتاتش. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا زميلتي ساره، ومساء الخير على زميلي احمد، وكل التحيه لجمهور النادي الاهلي. كريم، ايه اهم التعليمات اللي ركز عليها موسيماني في تمرين النهارده؟ الحقيقه نقول النهارده تدريب قوي جدا، في جديه كبيره لكل لعيبه النادي الاهلي. عندنا عدد كبير من الناشئين تم الاستعانه بهم في التدريبات النهارده. بشكل عام كانت جرعه تدريبيه مكثفه لبيتسو موسيماني المدير الفني، اللي بيحاول بقى ان هو يجد حلول كبيره. يمكن زي ما انتم قلتوا حمدي فتحي وايضا كمان السوليه غياب عن المباراه، فبيحاول بيتسو موسيماني ان هو يشوف الوظائف اللعيبه تتوظف ازاي بالنسبه لهذه المباراه. لكن عايز اذكر معاكم سريعا طبعا عدد من اللاعبين ونطمن بيهم جمهور النادي الاهلي عليهم. اولهم طبعا علي معلول، اللي ان شاء الله باذن الله يكون في خلال 48 ساعه القادمه يكون متواجد تدريجيا في التدريب الجماعي لفريق النادي الاهلي. النهارده شفناه بيشارك في جزء من التدريبات بشكل فردي مع ايضا كمان رامي ربيعه وسعد سمير اللي قطعوا شوط كبير جدا في البرنامج التاهيلي. النهارده كمان محمد مجدي قفشه بيشارك في جزء كبير من التدريب الجماعي. مروان محسن لسه كمان جزء بسيط جدا، لكن في تحفظ كبير على كل لعيبه النادي الاهلي. كمان ديانج، يعني لسه كمان امر ديانج ما اتحسمش، لان الراجل كمان بيحاول ان هو يحافظ على الهيكل الاساسي للاعبي النادي الاهلي. انت عارف طبعا زميلي احمد وزميلتي ساره، مباراه طلائع الجيش هي مباراه يعني ملهاش طبعا اي حسابات
الاستعداد بالنسبه للنقاط والترتيب وكده، لكن بشكل عام الراجل عايز النتيجه تكون ايجابيه، يكون في جديه، يكون في فوز كمان للنادي الاهلي لان تفرق معنويا بشكل كبير جدا معاهم. كل اللعيبه الحمد لله كانت جاهزه بشكل كبير لمباراه اليوم النهارده. الراجل عمل تراي ماتش مميز جدا لكل اللعيبه، باجي هيكون متواجد، عدد من اللعيبه الناشئين هيكونوا متواجد، لسه طبعا امر كمان احمد فتحي او محمد هاني هيكونوا متواجدين. ولا كريم نعرف منك الجهاز الطبي لما اتكلم النهارده على اللعيبه اللي بيتم تاهيلها او بيتم تجهيزها اخبارهم ايه؟ وطبعا نبتدي بمعلول. معلول طبعا يعني النهارده اقدر اقول لك خلاص يعني 48 ساعه فاصله لعلي معلول ان هو يكون متواجد في التدريبات الجماعيه. الراجل يمكن قطع شوط كبير جدا مع الجهاز الطبي بقياده خالد محمود وايضا كمان قال التاهيل ليه النهارده، شفناه كروسات، شفناه في بعض الشوتنج على المرمى، فواضح كمان ان يمكن حالته مطمئنه جدا للفتره القادمه وتحديدا طبعا مباراه الوداد. مروان محسن لسه كمان يعني في تحفظ، بقول لك على مروان محسن هو طبعا سليم ما فيهوش حاجه، لكن التحفظ مطلوب جدا للجهاز الطبي للنادي الاهلي. محمد مجدي قفشه بيعلن جاهزيته بشكل كبير. الشناوي كمان بيشارك بكل جديه في التدريبات النهارده لفريق النادي الاهلي. الحمد لله يعني ما عندناش اصابات وما عندناش لعيبه مجهده باستثناء علي معلول بس اللي لسه 48 ساعه ان شاء الله يكون في فحص طبي ليه في التدريب، لكن بشكل عام كل اللعيبه الحمد لله حالتها البدنيه وحالتها الذهنيه وحالتها الفنيه مميزه جدا وطيبه جدا. بنتمنى ان شاء الله بقى كل الايام اللي جايه مرورا بميعاد مباراه النهائيه على حسب بقى الطرف سواء نادي الزمالك او نادي الرجاء يكون متواجد فيها الطرف النهائي في المباراه النهائيه باذن الله لعيبتنا تكون موفقه ان شاء الله نرفع الكاس التاسعه تكون في دولاب بطولات النادي. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ملعب مختار التتش، ودي كانت آخر أخبار تمرينة النادي الأهلي النهاردة. كل التوفيق للأبطال وإن شاء الله يمتعونا يوم السبت بمباراة تبسط وتطمن جمهور النادي الأهلي في كل مكان. طيب خليني أقول لحضراتكم بالنسبة للمنتخب الوطني، الحقيقة يمكن سريعا جدا في أخبارنا النهاردة أن الجهاز الفني منتخب مصر بقيادة طبعا كابتن حسام بدري قرر أنه الفراعنة يعملوا تمرينتين في توجو قبل المواجهة الأخيرة في الجولة الرابعة طبعا لتصفيات كأس الأمم، وده اللي كنت بكلم حضراتكم عليه. مصر هتلعب توجو 14 و17 في القاهرة وفي لومي على التوالي. المنتخب هيسافر لتوجو مباشرة بعد ما يلعب الماتش الأول في القاهرة يوم 14، وده الماتش ده هيكون جولة الثالثة إن شاء الله بإذن الله. مصر عندها نقطتين ونتمنى إن شاء الله، أعتقد إنه والكلام على قائمة المنتخب إلى حد كبير جدا كابتن حسام عنده أريحية بشكل كبير جدا، وده اللي كنت بقول لحضراتكم عليه فيما يتعلق بقى بفكرة تأجيل قبل نهائي ونهائي أفريقيا. احنا طبعا عندنا لعيبه كتير محترفه، يعني ان شاء الله باذن الله الاهلي خلاص وصل، عندنا الزمالك او الرجاء. من يوم 9 المنتخبات هتبتدي تستدعي اللعيبه المحترفه بتاعتها. الاهلي عنده لعيبه من نيجيريا، عنده لعيبه من مالي، عنده لعيبه من تونس، وبالتالي هيبقى صعب جدا فكره انه الماتش يتاجل ليوم 9 و10. التاجيل القريب ده لو رحت لبعيد الجوله الرابعه تخلص 17، يعني اللعيبه ترجع عندتها 18، يعني من الصعب جدا انك انت تلعب 19 او 20، وده مرتبط طبعا بفكره التاجيل اللي في اغلب الظن وفي تقديري انه هيتم رفضها بشكل من الاشكال حتى اللحظه، لكن على كل الاحوال زي ما قلت لكم خلال ساعات بسيطه جدا هتظهر الامور بشكل كامل. في اخر اخبارنا يا احمد، صحيفه الموندو ديبورتيفو والمعروف ان هي مقربه جدا من نادي برشلونه الاسباني قالت ان سباق المنافسه على رئاسه النادي اشتعل مبكرا بعد استقاله بورتوميو امبارح الثالث. طبعا زي ما حضراتكم عارفين يعني كان رافض تماما بورتوميو ان هو يستقيل من رئاسه النادي، ولكن خضع للامر الواقع. المفروض ان تجرى انتخابات رئاسه برشلونه خلال فتره ما تقلش عن 40 يوم وبحد اقصى 90 يوم. الصحيفه قالت ان في 5 مرشحين نفسه على رئاسة برشلونة وأعلنوا بالفعل أو أعلنت أسمائهم بالفعل، ويأتي بالإضافة ليهم آخرون بيعتزموا التقدم بأوراقهم لخوض سباق الانتخابات على رئاسة الفريق الكتالوني لكن لم يعلنوا حتى الآن. الصحيفة قالت أن 5 مرشحين اللي أعلنوا خوضهم السباق على رئاسة برشلونة فيكتور فونت، توني فراسكا، رودي فار، أوغستي بانداتو، ولويس فرنانديز. أما الأسماء اللي بتسعى للتقدم بأوراقها للترشح في انتخابات رئاسة برشلونة أميلي روسو نائب الرئيس السابق، وخوان لابورتا، وتشافي، ورجل الأعمال جوردي روش، وخوان روسل. يعني زي ما قلنا يمكن هو كان رافض جدا وتماما الاستقالة من رئاسة نادي برشلونة، ولكن خلاص خضع للأمر الواقع بعد ما كان خلاص النادي قرر أنه هو يسحب الثقة منه أو يكون في تصويت على سحب الثقة منه. بمناسبة كلامك عن البارسا وعن الرئيس المحتمل الجديد، كلامنا عن ماتش في منتهى الأهمية بيستناه عشاق الكرة في كل مكان في العالم النهارده، لقاء في منتهى القوة في تشامبيونز ليج هيجمع بين البارسا واليوفي، هنتكلم عنه بكل تفاصيل بعد الفاصل في السادسة، تابعونا.
النهارده برضو في ماتشات من العيار الثقيل، يعني الحقيقه الشامبيونز ليج مش حرمانه النهارده. مواجهات الحقيقه يمكن كتير من الجماهير المصريه هتكون حريصه على متابعتها. ارشح لحضراتكم طبعا لقاء القمه النهارده، عندنا البارسا واليوفي، يعني لقاء فيه اثاره، لقاء فيه نجوم، لقاء متوقع يكون فيه كره حلوه جدا. مواجهه كنا نتمناها بين طبعا ميسي ورونالدو، لكن رونالدو هيغيب عن لقاء النهارده، لكن ما فيش مانع تبقى مواجهه بين الارجنتيني ميسي والارجنتيني ديبالا. نتمنى ان شاء الله سهره ممتعه لكل عشاق الكوره. ولو تابعت الماتش ده خمس ست دقايق ما لقيتش فيه كوره حلوه، انه ساعات الماتشات دي بتبقى مقفله جامد جدا. عندك ماتشين ممكن يكون فيهم كوره اكتر من رائعه، عندك المان يونايتد بيلاعب لايبزيج، وعندك البي اس جي باريس سان جيرمان هينقض النهارده على اسطنبول بشكل شهير. مباراه متوقع تكون من طرف واحد، لكن ما حدش عارف. الماتشات دي كلها مرشحه النهارده تكون ماتشات كويسه جدا في تشامبيونز ليج. نتمنى انه حضراتكم تشوفوا جرعه كرويه ممتعه. نروح بقى لدبي، الامارات طبعا الشقيقه والعزيزه على قلوب المصريين كلهم، والحقيقه انه الامارات واحده من الدول اللي فيها قاعده جماهيريه كبيره جدا للنادي الاهلي. هيكون معانا زميلنا علي معالي الصحفي بجريده الاتحاد الاماراتيه. مساء الخير يا استاذ علي. مساء الخير يا استاذ احمد، اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك. قبل ما اتكلم معاك على الشامبيونز ليج والماتشات بتاعه النهارده، خليني بس اسالك الاول على ردود الافعال على فوز النادي الاهلي وتخطي عقبه الوداد المغربي في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا ذهابا وايابا، وردود افعال المصريين والاهلاويه في دوله الامارات الشقيقه. هو طبعا مبروك للاهلي ومبروك لجماهير الاهلي في مصر وفي الوطن العربي وعلى مستوى العالم. طبعا الاهلي قاعده جماهيريه عريضه يعني لا ينكرها احد. طبعا كل الرياضيين امانه سواء اهلاويه سواء زملكاويه سواء اي انديه، خاصة في زي ما بيقولوا في الغربة بيحبوا دائما أي نادي مصري ينتصر. أكيد. الانطباعات طبعا كان رائعة جدا، كان خاصة الأهلي، يعني الأهلي من سنوات طويلة لم يفز ذهابا وإيابا، وده شيء إيجابي جدا، شيء خلى الناس تشعر بالتفاؤل إن الأهلي عائد مرة أخرى للقارة السمراء، عائد لحصد الألقاب اللي غايبة عنه بقى لها فترة طويلة تقريبا من 2013، وده مؤشر إيجابي إن أنت تفوز ذهابا وإيابا على فريق بحجم الوداد مهما كانت الظروف المحيطه به من طبعا من كورونا او غير ذلك، لكن برضو الوضع ده كان على مستوى العالم كله. فبالتالي الاهلي اسعدنا جميعا، ونتمنى ان شاء الله انه يعود من جديد حاملا للالقاب ومنتصرا في كافه ارجاء القاره السمراء. ازاي شفت دور بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي في الفتره تولى فيها المسؤوليه، وخصوصا كمان دوره في تجاوز عقبه الوداد بما ليه طبعا من مشوار وخبره كبيره جدا في الكره الافريقيه؟ هو انا سمعت تصريحات للكابتن سارة عبد الحفيظ، كان واضح جدا ان في انسجام سريع ما بين موسيماني وكافه الجهاز الفني والاداري وحتى اللاعبين. الراجل مش غريب عن افريقيا، مش غريب عن اجواء البطولات الافريقيه، مش غريب عن كيفيه مواجهه الفرق الافريقيه، حتى الحكام الافارقه، حتى طريقه اللعب، طريقه الخطط. وبالتالي انسجم سريعا موسيماني مع اجواء البطوله، مع وبرضو عدم وجود ضغوط. يعني انا اعلم ان مجلس اداره الاهلي منحوا كل الاختصاصات في هذا التوقيت. صحيح. على الرغم من صعوبه الموقف بالنسبه لاي مدرب بيجي قبل ما ياخذ بطوله افريقيه وامام فرق زي الوداد ومع فريق بحجم النادي الاهلي، ويجي قبل في نصف النهائي وغير جهاز ويتولى جهاز جديد، دي مهمه شاقه جدا على الاداره في المقام الاول وعلى الجهاز الفني في المقام الثاني. نجح موسيماني بشكل كبير جدا في انه يوظف اللعيبه بشكل رائع للامانه، بشكل خلى الناس بتشوف الماتش كان موسيماني مع الفرقه بقاله سنتين، وده خبره راجل ليه باع طويل في القاره السمراء، باع طويل في مجال التدريب. واتمنى ان شاء الله انه ينجح في العمل في نصف النهائي سواء ذهابا وايابا، يحدث ان شاء الله في النهائي وتسعد الجماهير الاهلاويه خصوصا الجماهير المصريه. توقعاتك للطرف الثاني في مواجهه النهائي، ومن وجهه نظرك ايه فرص الاهلي ان شاء الله في تحقيق البطوله وحسم اللقب؟ اتمنى طبعا ان الزمالك يلتقي مع الاهلي في النهائي، لان في الاخر دي سمعه على الكره المصريه. يعني في الاطار ده انا بشكر فعلا اتحاد الكوره، بشكر الوزير الشباب والرياضه، لانهم اصروا على طبعا، وكان الاهلي متزعم هذا الاتجاه،
انه استمرار اقامه او عوده الدوري من جديد، لان لو لم يعد الدوري بالفعل، لو دور ما رجعش ما كناش هنشوف الاهلي يتاهل للنهائي، ما كناش هنشوف الزمالك في نصف النهائي وعلى بعد خطوه من النهائي، ما كناش هنشوف بيراميدز بيلعب نهائي الكونفدراليه. الثلاث فرق دول هي نتاج قرار سليم وقرار صائب جدا، وتزعموا النادي الاهلي باستمرار وعوده، اكيد، لان كان هناك اصوات فعلا نشاز جدا بتقول نلغي الموسم، وانا اعتقد اللي كان عايز يلغي الموسم ده ناس ضعاف جدا لا يستطيعون مواجهه الظروف الحاليه، ونجحنا سواء انديه سواء اتحاد كره سواء وزاره الشباب والرياضه في تجاوز هذه العقبه، ووجدنا الاهلي في النهائي وسنجد الزمالك ان شاء الله في النهائي. بالنسبه لفرص الاهلي، اعتقد الاهلي لديه خبرات كبيره جدا، لديه عناصر تستطيع في الوقت الحالي. مين خليني اقول لك مين اكثر لعيبه عجبتك في النادي الاهلي او قدمت مستويات جيده جدا في مواجهه الوداد ذهابا وايابا؟ طبعا كان اللعيبه للامانه كلهم قد بشكل ايجابي، يعني هو ميزه موسيماني انه بيلعب بشكل جماعي جيد جدا، بيحاول طبعا انه يوظف كل اللعيبه بشكل، طبعا شناوي رقم واحد ذهابا وايابا، ده لا يخفى على احد انه من الحراس اللي سيكون لهم شان كبير جدا على مستوى مصر، على مستوى اصبح له شان كبير استاذ علي. خلاص يعني الشناوي يعني اعتقد بصماته واضحه جدا خلال السنوات الاخيره سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي. الحقيقه استاذ احمد دايما بصمه اي لعيب بتتضح من خلال بطوله، حتى الان انت الشناوي على باب بطوله افريقيا، اذا خد بطوله افريقيا بنفس المستوى اللي حصل في الماتشين اللي فاتوا، اعتقد الشناوي سيعلو نجمه بشكل رائع جدا على مستوى القاره السمراء. يعني احنا طبعا كان الفترات اللي فاتت عصام الحضري كان بيتالق محليا، ما فيش حد بيسمعه، لكن عصام لما خد البطولات القاريه ومع المنتخب ومع الاهلي اصبح له صيت على مستوى العالم، وده نتمناه للشناوي ان شاء الله خلال طبعًا السنوات اللي جايه. طبعا انقل معاك للتشامبيونز ليج، وازاي بتشوف مواجهه النهارده بين البارسا واليوفي؟ مواجهه منتظره، كل عشاق الكوره، كل عشاق البارسا، كل عشاق اليوفي، مواجهه مع العيار التقيل، رؤيتك ليها وتوقعاتك للماتش ده؟ عودتنا الكره الاوروبيه مفيش توقع تقدر يعني تجزم بيه. امبارح الريال حتى الثواني الاخيره خسران، يعني باين في الدقيقه الثالثه تقريبا من الوقت الضائع استطاع انه يتعادل. اليوم ينقصنا للامانه، وكنا نتمنى يكون موجود افضل لاعب في العالم رونالدو، ولكن الكورونا حرمتنا من هذا النجم الكبير. اليوفنتوس اعتقد انه من خلال المدرب واللاعب السابق الجميل بيرلو طامح بالفعل لتحقيق انتصار، وسوف يستغل هذه الفرصه لاستعاده الثقه اللي افتقدها الفريق خلال الفتره اللي جايه. يوفنتوس طبعا مع بيرلو في الدوري الايطالي يتعثر قدام الفرق الصغيره، اليوم هيلعب قدام برشلونه، يعني هتكون المواجهه زي ما حضرتك. بما انك انت اتكلمت على بيرلو، خليني اقول انه المواجهه دي هي الاولى بالنسبه لجهازين فنيين جداد في الاثنين، يعني بيرلو بيتولى المسؤوليه في اليوفي وكومن بيتولى المسؤوليه في البارسا. بيرلو كلاعب كان يعني كان اداؤه يميل اكتر الى الذكاء والمهاره، كومان كلاعب كان يميل الى القوه. هل تتوقع انه اداء الفرقتين النهارده في الملعب يعني يدخلوا تحت الاطار اللي بيتحرك فيه كل مدير فني، ولا نتوقع انه المواجهه تكون بشكل مختلف؟ المواجهه هتكون مختلفه بين اللاعبين على ارض الواقع. يعني بيرلو يكاد اطول طبعا فتره من كومان مع برشلونه، بيرلو بقى له فتره ممكن الطابع اللي هو عايزه هيمشيه في المباراه، عكس كومان بيعتمد في الوقت الحالي على بعض الحاجات نقول الفرديه في الفريق، وده هو طبعا لسه فتره قريبه. لكن بشكل عام انت بتشوف فرقتين من اقوى فرق في العالم، يعني اليوفنتوس وبرشلونه قد لا يلتقيا مره اخرى، عشان كده كنت بقول كنا نتمنى نشوف النجم البرتغالي الجميل يتواجد اليوم رونالدو امام يعني الارجنتيني الاخر البارع، لكن للامانه هنفتقد مثل هذا الثنائي الرائع اللي اسعدنا كثير في الدوري الاسباني. هيكون بالتاكيد في فرصه ثانيه المواجهه. طب خليني اسالك، هل في ماتش ثاني غير البارسا؟ يعني البارسا واليوفي معروف انها مواجهه معياتي، هل في ماتش ثاني انت شايف انه ممكن يكون في وجبه، يعني وجبه كره ممتعه ودسمه كده زي ما بنقول؟ البايرن اعتقد من الفرق اللي بتستطيع انها تقدم في اي وقت ماتشات جميله واداء راقي جدا، يعني فدايما هتشوف النهارده في الماتشات بشكل عام، تعرف دوري ابطال اوروبا المستويات فيه ما تقدرش تحكم مين يفوز على مين، مين يقدر يتفوق على مين،
لكن بشكل عام يعني انت شايف السنه دي في مفاجات غريبه بتحصل في البطوله بشكل عام. يعني انت شايف مثلا شختار الاوكراني عامل مستويات رائعه جدا، بتصدر مجموعته. ايوه وبيكسب ريال الكبيره اللي هي الريال عنده لحد دلوقتي نقطه واحده يعني يعني دي برضو عامل مؤشر سلبي، لكن مع الوقت ممكن استعيد ريال قوته مره اخرى. هم ثلاث فرق لحد دلوقتي اللي استطاعوا خلال الفتره اللي خلال الجولتين انهم يبرزوا بشكل جيد، مانشستر طبعا وليفربول وبايرن ميونخ، ثلاث فرق دول استطاعوا. من الماتشات اللي اتلعبت لغايه النهارده، هل شفت فرقه ممكن تقول انها تملك مقاومات البطل للنسخه الجديده ولا لسه ما ظهرتش لغايه اللحظه؟ لسه، خاصة ان انت بتتكلم في فرق لسه بتبني نفسها من جديد في ظل الظروف الحالية. يعني ما كانش حد يتوقع ان برشلونة يفتقد واحد من افضل المدافعين على مستوى العالم في التوقيت ده، وبالتالي برشلونة ليفربول بدأ يحاول يظبط امور الفترة دي بعد غيابه، فبالتالي صعب ان انت تقول مين، خاصة احنا في السنوات اللي فاتت يعني ما كانش حد يتوقع النهائي بتاع البايرن السنة اللي فاتت وان البايرن ياخد البطولة، على الرغم كان فيه فرق باريس سان جيرمان والبايرن ما فيش حد يتوقع الاثنين في النهائي يعني. صحيح. لكن في ظل الظروف الحاليه توقع اي حاجه تحصل. ليه؟ لان انت في فرق بتخوض البطوله بظروف غريبه جدا، بظروف اصابات كورونا، بظروف اصابات لاعبين، بظروف عدم تعاقدات جديده في فرق كثيره جدا بسبب الازمه الماليه، وبالتالي هتلاقي الفرق اللي تحاول تاخد النقط في الفتره دي وتوصل لمرحله بعد كده انها تجمع نفسها وتجمع نقط وتوصل لصداره مجموعه، ممكن في الادوار التاليه تبدا الامور تتكشف شيئا ما. لكن في الوقت الحالي انت لسه في الجوله الثانيه، الامور كلها متاحه امام الجميع، كل الفرق كل المفاجات متاحه، كل الفرق بتعد نفسها من جديد. ما تقدرش تقول مثلا ان الريال مش هيصعد، استحاله يعني، في ظل حتى وان كان الريال في نقطه واحده بس، لكن ما زال امامه مشوار طويل، والريال بيلعب بره ارضه زي داخل ارضه، فالامور كلها تتساوى بين جميع الانديه في الوقت الراهن. ليفربول الحقيقه هسالك عنه شويه، ويهمنا طبعا نجمنا محمد صلاح اللي بيتهيألي انه قدم مشوار اكتر من رائع وقدر يوصل مع ليفربول لمرتين فاينل، ومنهم بطوله قدروا ان هم يحسموها، قدر السيزون اللي فات انه يحقق الدوري الانجليزي. هل بتشوف انه مسيره ليفربول ومسيره صلاح ويورجن كلوب هتستمر الموسم ده ولا تتوقع تراجع بعض الشيء، وخصوصا طبعا بعد خساره نجم بحجم فان دايك؟ فان دايك عامل مؤثر جدا في الفريق، لكن الملاحظ برضو في الدوري الانجليزي بشكل عام ان حتى الهبوط بيتساوى بين الجميع. يعني التعثرات في الدوري الانجليزي السنه دي تكاد تكون قليله، يعني رغم ان الدوري الانجليزي كل موسم اكبر نسبه اكبر تعاقدات واكبر فلوس بتتصرف على اللعيبه في الدوري الانجليزي بشكل عام. ليفربول فعلا هو خط النص عنده الى حد ما السنه دي في تراجع، خط الدفاع فيه فجوه كبيره جدا، لكن بيقابلها برضه في الطرف الاخر في خسائر بتحصل وعدم تجديد دماء كثيره في الانديه الاخرى بسبب الازمه الماليه الموجوده. لكن سيظل ليفربول على مستواه، يعني طبعا السنه اللي فاتت انهى الموسم قبل بفتره يعني بفرق كبير من النقط. لو انهى الموسم ده ما اعتقدش اي فريق هينهي الموسم ده بهذا الفرق الكبير من النقط، على اعتبار ان الكل بيتساوى في حالات الاصابات، في حالات التعاقدات، في الحاله الصحيه للعيبه، في الحاله البدنيه للعيبه، في الحاله الفنيه في ظل الوقت الراهن. يعني انت ممكن تيجي الاسبوع اللي جاي مثلا تلاقي في مانشستر سيتي او في ليفربول اصابه اكثر من لاعب، دي تبقى حاجه خارجه وطارئه، واللاعب يعني الاصابه 14 يوم يغيب مثلا او 10 ايام. أيوة. دي بتبقى مؤثره جدا في اي فريق على المستوى العالم. انا بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا، بشكرك على وجودك معنا على شاشه الاهلي، الزميل علي معالي الصحفي بجريده الاتحاد الاماراتيه، شكرا على وجودك معنا في السادسه. نروح لفيديو جراف كده لطيف يلخص لحضراتكم المواجهه النهارده اللي بتجمع بين البارسا وبين اليوفي. خدوا بال حضراتكم، دي المواجهه اللي بتحمل رقم 8، الفرقه اتقابلوا 7 ماتشات، البارسا كسب 2، اليوفي كسب 2 وقدروا يتعادلوا هما الاثنين مع بعض في 3 مباريات. البارسا اكثر تسجيل للاجوال، قدر يسجل 8، وده طبعا اخر لقاء ليهم 22 نوفمبر 2017 في دوري الابطال، كانت النتيجه 0-0 بين اليوفي والبارسا. وفي الصوره الفنان انيستا طبعا احد امهر اللعيبه اللي جم في هذا الجيل، ولكنه ظلم. كل من تمتع بموهبه وجه في جيل ميسي ورونالدو الحقيقه تعرض لظلم شديد جدا. ابرا اول تياري انري ماشي، انيستا اوكي، وغيرهم الحقيقه. زي ما قلت لحضراتكم البارسا قدر يسجل اكتر، بارسا مسجل في اليوفي 8 اهداف لكن اليوفي مسجل 7 اهداف فقط. طبعا النهارده
في غياب كريستيانو رونالدو السي ار 7 ديبالا هو فتى المشهد في اليوفي، وهو من يحمل امال جماهيره. قدر يسجل 3 اهداف وقدر يعمل 2 اسيست وليه 5 تصويبات على المرمى، وشهد ظهور 8 مرات في اخر بطوله. باولو ديبالا نجم الارجنتين واليوفنتوس. الناحيه الثانيه طبعا عندنا مين غيره؟ ليو ميسي. قدر يسجل 1 هدف في المواجهات، وكان ليه صناعة هدف واحدة، وقدر يسجل 4 مرات على المرمى، وظهر في مباراة واحدة. ده طبعا في إحصائيات 2021 تشامبيونز ليج سيزن ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني. كل عشاق الكوره النهارده هيتابعوا اعتقد اللقاء ده بشكل كبير، وان كنت ارشح للناس اللي بتحب تستمتع لو اللقاء ما عجبكش قلت لحضرتك عندك ماتش اعتقد هيكون في منتهى القوه بين المان يونايتد وبين لايبزيج، وفي ماتش تاني بين بي اس جي واسطنبول بشاك شهير اعتقد برضو ماتش هيكون فيه كوره ممتعه. فقراتنا متواصله مع حضراتكم في السادسه، نروح لفاصل ونرجع لكم على طول. مرحب بحضراتكم مرة تانية، وبنتمنى طبعا ان الاسبوع ده يكون اسبوع احتفالات وانتصارات، ان كان طبعا ان احنا نستلم درع الدوري في مباراة طلائع الجيش يوم السبت الاهلي طلائع الجيش، او كمان التتويج بنهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا بنتمنى يكون اللقب 9 لنادي الاهلي. هنتكلم اكتر فنيا عن النادي الاهلي الفترة دي مع كابتن فتحي نصير، من اكتر الناس اللي الجمهور بيستمتع بيها وهي بتتكلم في كرة القدم طبعا، ومن نجوم طبعا النادي الاهلي. برحب بيك يا كابتن على شاشة قناة الاهلي. برحب بيك يا سارة، وسعيد ان انا موجود معاكي، وان شاء الله تطلع حاجه حلوه كده ان شاء الله. اكيد طبعا يا كابتن، ما دام انت موجود وكل الناس بتحب طبعا كلامك في كره القدم وقد ايه فنيا يعني ديتيلز تفاصيل مش موجوده عند حد تاني. الحمد لله الحمد لله. كنت بس عايزه ابدا مع حضرتك من فكره زي ما كنا بنتكلم كده قبل الفاصل او قبل الهوا، انه في قلق شويه، ان الجمهور قلقان شويه من فكره انه الكاف بيدرس حاليا احتماليه تاجيل نهائي دوري ابطال افريقيا. زي ما حضرتك عارف هو المفروض 6 نوفمبر، وفي كلام انه ممكن يتاجل. طبعا ما فيش اي حاجه رسميه لحد دلوقتي، ما فيش اي تاكيد لحد دلوقتي، ولكن ده احتمال وارد. شايف الموضوع ده ازاي؟ شايفه في صالحنا؟ شايف ايه ايجابياته او ايه سلبياته؟ اولا هي البطوله دي من اول ما اقيمت وكلها تاجيلات، صح، سواء تاجيلات قدريه أو تأجيلات بقرارات يعني مسؤولين. قدرية يعني زي كورونا، يعني حاجة جت ما حدش له دخل بيها فجت وقفت الدنيا كلها، فدي تأجيلات قدرية. أما التأجيلات اللي احنا بنفكر فيها أو الاتحاد الأفريقي بيفكر فيها أو كده، فدي تأجيلات لإما توابع الكورونا أو بعض النظم أو بعض البطولات اللي هي بتتدخل فيها المباريات ومواعيد المباريات، فبتحاول إنها تترجم هذه النسخة اللي نفسها طويل قوي ومش عايزة تخلص وتخلصنا منها إن شاء الله. يعني أنا بقول لهم يعني الكاس من دلوقتي يجيبوه، يعني مش عشان حاجة، ما هو أصله تعبهم قوي وتعب كل الناس وتعب كل الفرق، يعني تعب الأهلي، تعب الزمالك، تعب الرجاء، فإذا 3 فرق بيتصارعوا على هذه البطولة وعلى هذا الكاس اللي هو ان شاء الله بامر الله يكون من نصيب النادي الاهلي. بس شايف انه هيكون في ايجابيات من فكره التاجيل دي بالنسبه لصالح الفريق؟ هو التاجيل بالنسبه للنادي الاهلي، تاجيل او عدم تاجيل النادي الاهلي مش يعني ملوش تاثير التاجيل بالنسبه للنادي الاهلي، لكن ممكن له تاثير بالنسبه للخصم ايا كان مين هو، لكن بالنسبه للنادي الاهلي لن يؤثر هذا يعني التاجيل اللي هيتعمل مش هيأثر على النادي الأهلي. النادي الأهلي بأي مجموعة والفرقة الموجودة دلوقتي هيقدر إن شاء الله بإذن الله إن هو يخوض المباراة النهائية، لكن التأجيل هيفيد الفريقين اللي هم سواء كان الرجاء أو الزمالك أو الرجاء. طيب خليني نبدأها كده واحدة واحدة، نروح لمباراة طلائع الجيش يوم السبت. ايه المطلوب مننا في المواجهه دي يا كابتن فتحي؟ يعني مش مطلوب اي حاجه لان الدوري انتهى وكل حاجه انتهت، وكل تركيزنا على
المباراه النهائيه، فالمفروض ان انا افكر في المباراه النهائيه، ما افكرش في هذه المباراه. اريح اللعيبه الاساسيه ولا مش معنى؟ ممكن اريح عشان مفيش مشكله. لا، هنقول مثلا الزمالك لما لعب الاسماعيلي، لعب الاسماعيلي مضطر انه لازم يلعب عشان لازم يكسب عشان لازم يطلع الثاني. بالظبط. كانت النتيجه ايه؟ طلع الثاني وفقد واحد زي كراي في وسط الملعب، الونش فقد الونش. فمعنى انه يفقد لعيب زي ده، وعشان دي مش هتمثل له، مين يرجع الونش؟ مفيش واحد زي الونش في نادي الزمالك يقدر يسد هذا المكان. فاحنا مش عاوزين نكون طلائع الجيش، نكسب مباراه وعندنا ضحايا والضحايا دي تؤثر على المباراه النهائيه. نلعب عندنا ناشئين، نلعب عندنا لاعبين لم يشاركوا في البطولات السابقه، يعني طول السنه ما خدوش فرصه كامله، ما خدوش 90 دقيقه، ما خدوش كل ده، نقدر نديه وما ياثرش علينا. انا كسبت الدوري وانا نهيت الدوري وانا هستلم الدرع، سواء كسبت او خسرت او اتعادلت ايا كان، ده ما بيقللش ان انا هسيب المباراه. ما فيش في فرق ان انا هسيب المباراه وفرق ان انا العب مباراه باقل اضرار، باقل اضرار واقل اخطاء واقل اصابات واقل نقعد نعيد فيها. الشناوي المفروض يشارك في المباراه دي ولا يرتاح بقى؟ لا، شوف احنا هنا بنقول اراء بتاعتنا احنا. ما انا قصدي من وجهه لكن نظر حضرتك. وجهه نظري ما يشاركش. يعني الشناوي ما يشاركش، في عندنا 2 حراس، في عندنا علي لطفي وفي عندنا مصطفى شوبير، الاثنين قادرين انهم يكملوا كده، لكن الشناوي لا يشارك. طالما انا عندي البديل الكفء فانا عندي البديل الكفء. انا عايز دلوقتي كل تركيزي في المباراه النهائيه، عناصر الاساسيه وخصوصا العمود الفقري للنادي الاهلي، زي بنتكلم في الشناوي، زي الاثنين سنتر باك اللي هم كده، زي الاثنين المدافعين، زائد لاعب صانع الالعاب، زائد راس الحربه. السته دول اشيلهم على جنب، مش شرط اشيل الفرقه كلها، بالاضافه الى بعض اللاعبين المتميزين زي علي معلول. علي معلول مش شرط ان انا العبه، عندي البديل ان انا اقدر العب بيه كده. يبقى انا شلت كام لاعب؟ يبقى هم دولة القوام او الهالك الرئيسي للمباراه النهائيه في بطوله افريقيا. طيب، شايف ازاي موسيماني فنيا في مباراتين افريقيا، الاياب والذهاب طبعا مع نادي الوداد؟ حضرتك كنت بتقول لي قد ايه انت كنت معجب جدا باختيار موسيماني، لانه من الاول انت عارفه من زمان جدا ان هو شخص مش مغرور، شخص عنده فكر وجاي يطبقه. يمكن لاول مره اتكلم على موسيماني سواء في اي حته في الاعلام، لكن طبعا في قناه الاهلي لازم اتكلم. اكيد. موسيماني في 2010 في كاس العالم اللي كان في جنوب افريقيا، كان هو بيتعامل او ايه نقول كان مدرب عام، وكان كارلوس البرتو بيريرا كان هو المدرب البرازيلي. فكان هو اللي شغال معاه. فانا تعرفنا طبعا قبلها ب 2009 كانت في دوره مدربين وانا محاضر في الاتحاد الافريقي في الكاميرون، وكان موسيماني موجود هناك قبل البطوله الافريقيه، قبل كاس العالم. وبدات في علاقات بيني وبينه وارتبطنا ببعض. ليه؟ لانه لقيته متواضع جدا جدا جدا، وكان من الشخصيات اللي الواحد يعني يتشرف ان هو تعامل معاه. احنا في 2009 برضه في نفس السنه كانت التصفيات كاس العالم، الفرقه اللي كانت فيها صلاح وفيها حجازي وفيها الشناوي وفيها ايمن اشرف وفيها النني، فيها المجموعه دي كلها، كنا بنلعب في تصفيات كاس العالم اللي في كولومبيا 2011. فكانت التصفيات عندنا كانت في 2009، وبعدين التصفيات النهائيه كانت في 2011 اللي احنا رحنا شاركنا فيها. كان موجود معانا وبيشجع مصر على ان هو مصري. رغم جنوب افريقيا كانت موجوده، بس بعد ما خرجت بره بقى هو منتخب مصر هو اللي بيشجعه. مهم الكلام ده للجمهور. ما طبعا، لان بقى هو يعني هو بيعشق هذه البلد من قبل ما يجي، وبيحبنا، وهو عشري وهو متواضع جدا، وما عندوش الانا، وما عندوش اللي يقول لك ان المدرب انا احسن لاعب مدرب في افريقيا وانا اللي كسبت مش عارف بطوله، ما فيش الكلام ده. وبعدين استاذ استاذ استاذ
في التعامل بعلم النفس. علم النفس ده مهم قبل ما اجي الحته دي، لما كنتوا مع بعض وقتها في 2010 كان في اي كلام مثلا عن طموحه انه يدرب نادي مصري او النادي الاهلي؟ لا ما كانش لسه، لسه بدات دي، لان هو كان منتخب جنوب افريقيا وفي كاس عالم وكان كل تركيزه في، جت بعد كده بدايه من 2012 2013 بدا يحن ان هو يتعامل مع الكره المصريه. بعد ما شاف الكره المصريه وشاف الشعب المصري لما جه هنا، الجمهور بتاع يعني منتخب مصر وجمهور النادي الاهلي، وشفناه قبل كده انتوا في كاميرات وهو بيصور الجمهور وكده. هو قال لي، بقول له انت بتصوره يعني، انت بتصور الحاجات دي ليه يعني؟ لا واحد بيلعب كوره ولا واحد بيشوف كوره. قال لي لا، دي اللي موجود ده، ده الاكسجين بتاع اللعيبه بتوع الملعب. فانا بصور الاكسجين، هل الاكسجين ده ما حدش يمسكه بايديه؟ الاكسجين في الهواء. معنى ان هو بيعبر كده ان دي القوه الدافعه، الاكسجين هي اللي بتخلي بيخش الجسم ويحترق ويدي الطاقه ويخلي اللاعب والمدرب انهم يتحركوا في الملعب. فقال لي ده اكسجين كره القدم، لازم اصوره عشان انا احس بيه وللاعيبتي بعد كده لما اجي اقول لهم، اقول لهم شايفين الجمهور ده كله، احنا لازم يبقى لنا دور ايه وكذا ايه وكده. هو يتميز غير الجانب الفني او الجانب البدني او الجانب الخططي او الجانب كده بالجانب النفسي. انا عايزه بقى اروح مع حضرتك، يعني احنا هنروح لفاصل وهنرجع بقى نتكلم على فكره الجانب النفسي، ازاي موسيماني عارف يتعامل مع اللعيبه نفسيا، وده واضح من ثلاث مباريات، اول ثلاث مباريات في الدوري، وكمان على الجانب الفني مع كابتن فتحي نصير بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره تانية، ولسه معايا كابتن فتحي نصير، والكلام على موسيماني والنادي الاهلي. يا كابتن، كنا بنقول ان هو استاذ في علم النفس، كنا بنقول ان هو من اول مباراه لي مع النادي الاهلي شفنا لعيبه ظاهره بشكل تاني خالص عن اخر فتره مع فايلر، وطبعا هو ما لحقش يعني يعمل اي حاجه غير نفسيا على الاقل في الفتره الاولى. ليه؟ في كل المؤتمرات وكل السيمينار اللي كان بيحضره معانا وكل التجمعات اللي كان بيبقى موجود فيها موسيماني معنا، الراجل يحب يسمع اكتر من يتكلم، واي نقاش تلاقيه موجود يسمع كتير لكن ما يتكلمش كتير، لكن يسمع ويشوف ويكتب ويسمع ويشوف ويكتب على طول كده في كل حاجه. فعلم النفس ده جزء دخل على الكره الافريقيه، الاوروبيين ما بيهتموش، معظمهم ما بيهتمش بيه، لكن انا شفت، انا عارف انه هينجح لان هو هيتعامل بعلم النفس. ازاي هيتعامل بعلم النفس؟ ان سهل جدا لو انت مهاره لاعب في يومين مش هتصلحيها، لياقه لاعب في يومين مش هترفعي اللياقه دي، يبقى لا اللياقه ولا المهاره. الخطه انت هتقدري تتكلمي فيها مع الجانب النفسي، ازاي هو يخش قلب اللاعب عشان اللاعب يخش قلبه، بيتبادلوا الاثنين بحيث يبدا يثق فيه ان هو يسمع له، فهيسمع كل كلمه قالها له، لان في بقى ربط قدامه في علم النفس اللي هو ايه الارتباط الشرطي. يعني ايه؟ ان انا اقتنعت بيكي وانت اقتنعت بيا، يبقى الشرط ان احنا الاثنين نسمع بعض، احنا لقينا ناجحين مع بعض. شايف مين اكتر اللعيبه اللي حصل معاها ده تحت قياده موسيماني؟ مين ظهروا قوي؟ لا لا لا، معظم اللعيبه، يعني مثل قفشه، حسين، ديانج، مروان محسن، ديانج معروف، مروان محسن، كل انا بقول كل مجموعه دول استثناء، لكن هو اثر على مجموعه اللعيبه لان هو بياخد علم النفس، بيتكلم جماعي ثم بيتكلم فردي، يعني ياخد اللاعب لوحده ويقعدوا يتناقشوا، بيكون عارف الهيستوري او تاريخه او عارف ظروفه او عارف بدا ازاي اللاعب ده ايه. طبعا الكلام ده كان كله مغذيه الكابتن سيد عبد الحفيظ، مديله معلومات وكاتب له عن كل حاجه معاه، فطبعا بالتالي كان كل حاجه هو عارفها. واللي هو كان يعرف كمان في اللي هو المصري اللي اسمه كابتن خالد جنوب افريقيا، اللي هو كان بيشتغل معاه على طول وكان سكرتيره في مجموعه الدول العربيه، يعني لما تيجي الدول العربيه تلاقي خالد ده اللي جاي وبيجي قبليه مع المنظم مع بتاع الاحمال يدرس الفرق وينظم. عندنا زي الكابتن سمير عدلي هنا، هو برضو المسؤول، ده كان نفس القصه هناك. فخالد ده اداله سي في او هيستوري كامل لكل تاريخ لعبت اللعيب، ومثلا سالني كان بتليفونات، وفي الاول وانا ما اعرفش ليه،
فانا بقول له يعني ما اعرفش ان موسيماني جاي، لان طبعا الموضوع ده كان الكابتن محمود خطيب ولجنه الكوره سريه كامله قبل فايرال، لانهم استشعروا وحسوا ان فايلر مش هو ده اللي هيكمل معاهم المشوار، هم كانوا قانعين بكده والجمهور كان مهتز، لكن التانيين كانوا عارفين وعملوا اتصالاتهم مرتبين كل حاجه. لا ومجلس الاداره طبعا اتصرف طبعاً يعني بشكل لا يعني لا يعني حاسم، لان فعلا الجمهور كان قلقان قوي الفتره دي. هم مش هيعملوا الكلام ده لوحدهم، وطبعا لما بيخلصوا بيعرضوا على مجلس اداره، خدوا قرار مجلس اداره، بس اصبح سري دلوقتي ما يتقالش مين اللي جاي ولا مين اللي رايح وامتى جاي وامتى جاي، بس معروف قصته ايه والسيناريو بتاع فايرال ازاي هيتحرك بيه. الراجل ده جه مشي وده جه هنا على طول، يمكن في ممكن نتقابلوا بالطيارات في الهواء يعني في الجو. ده جه في نفس اليوم والتاني اللي كان مسافر وبدون اي مشاكل وبدون اي حاجه، وحس والتوفيق كان في جانب مجلس الاداره واللجنه اللي اختارت طبعا فين اختار يعني مدرب زي ده. وكويس في الحته النفسيه كمان يا كابتن فتحي، انه عنده دايما حته ايه، احنا لسه ما كسبناش البطوله، ما فيش احتفالات، ما فيش، لان دايما جمهور الاهلي قلقان يعني ممكن يسمعوا بس كلمتين شكر في موسيماني او في اداء فني يبداوا انتوا بداتوا تحتفلوا، لا احنا لسه البطوله، وحق الجمهور نفسه جدا في التاسعه لافريقيا، بس عايزين نطمنهم ان موسيماني فاهم الحته دي، فاهم أكيد يعني ومفهم اللعيبه موصل لهم احنا لسه بدري على الاحتفال. هو من نفسه هو موصل لهم دي، ودي شغل الاحتراف. اي مدرب محترف لا يمكن يعلن، يعني لما كسبنا 2-0 هناك الوداد قال لك احنا يعني ما صعدناش، وكمان قال انه السكور كان ممكن يبقى احسن من كده، كان ممكن يبقى احسن. هل التانيين لهم فرصه يجيبوا 3 بالظبط؟ سهل جدا يجيبوا 2 ويلعبوا ضربات ترجيح فعلا. كل ده كان جايز، لكن احنا لم نصعد بعد. دلوقتي احنا لم نفوز بالبطوله. فطبعا اذا هو موصل ده للعيبه، كل مجهودكم من يوم من اول مباراه، من اول ما كانوا بيلعبوا فريق زمان السودان اللي هو فريق اطلع بره اللي كسبناه 9 ده لغايه هذه المباراه، ده صراع مع الفرق الثانيه وكفاح مع الفرق الثانيه للوصول لنقطه النهايه اللي هي ان شاء الله باذن الله تكون لصالح النادي الاهلي باذن الله. طيب انا عايز اسالك عن الاختلاف اللي حضرتك شايفه ورصدته ما بين فتره موسيماني اول ما مسك الاهلي وما بين الفتره الاخيره الفايلر مع الفريق بعد كورونا. ما هو كده يعني حظلم مش حظلم فايلر بعد الكورونا مش هو قبل الكورونا، وبالتالي فرقه النادي الاهلي بعد الكورونا مش قبل الكورونا. تبان من ايه؟ تبان للمشاهد العادي، تبان لنا لواحد فني يشوف. انا بص للعمود الفقري بتاع الفرقه اللي هو حارس المرمى، اثنين اللي قدامه المدافعين، ثم الاثنين اللي هو زي الديانج ومثل السليه، ثم مثل صانع لعب، ثم راس حرب. اما الاقي الخط ده كل ماتش بيتغير فيه اثنين او بيتغير 3 اعرف ان الراجل ده مش مركز في هذه البطوله. كانت بطوله الدوري واحنا الحمد لله كنا صعب، لكن هو ما كانش مركز. بدليل ايه؟ ما حدش يلعب في العمود الفقري، ما حدش يلعب في اعمده العماره. اعمده العماره ما تلعبش فيها، العب في اي حاجه ثانيه، في حوائط الحمله لا، الحوائط السانده، الشكل البتاع، الحاجات دي كلها ممكن. فهو الراجل حسيناه انه تغييراته كتيره، وتتقال علينا ايه؟ اصل هو بيعمل كده عشان يعمل التدوير ويعمل كده. تدوير ايه؟ طب لكن مفيش اداء، مفيش لعيب بيشوط على الجول، مفيش ضربات ركنيه مفيش منها جوال، مفيش فرقه تحس انها متماسكه مع بعضها، مفيش شكل، مفيش احتفاظ بالكوره، كل ده ما كانش موجود. طب معنى ان مش موجود يعني احنا فاقدين الاهليه في النجاح في منظومة كرة القدم. فهو ده أنقذنا يمكن من نعمة ربنا علينا سبحانه وتعالى إنه جاب لنا هذا الرجل عشان يلم الفرقة تانية بنفس اللعيبة، بس قدر يلمهم، بقى في شكل فرقة، بقى في عندك مهاجم، بقى في عندك مدافع، بقى في عندك فرقة، بقى في عندك بتنقلي 20 25 30 نقلة. صح، دي كانت مفقوده. ما هي دي معنى ان انت معاك الكوره وبتنقليها مع بعض، انت ما بتتعبيش، ما تفقديش لياقتك، وبتحس ان الفريق وحده متماسكه في الملعب، ما بتفقديش لياقتك والفرقه اللي وبتعمليها قدام مين؟ قدام فرقه كبيره، ده الوداد.
الوداد ده يعني ده لعب نهائي قبل كده. بقى في كره مفهومه يا كابتن فتحي دلوقتي وفكره شخصيه البطل شخصيه النادي الاهلي ما كان بقالنا فتره كبيره قوي ما شفناهاش بره ملعب النادي الاهلي، وده شفناه في مباراه الذهاب مع الوداد تحت قياده موسيماني. مش طبعا مع فرقه سهله، لا طبعا، يعني الوداد ده لوحده يعني قصه. ده الموسم اللي قبله اللي هو لعب مع الترجي في النهائي، صح، يعني اللي حامل نقدر نقول يعني شبه حامل اللقب لان الماتش كان عليه مشاكل طبعا، يعني ممكن نقول حامل اللقب. اذا انك تيجي معاه وتادي بهذا الشكل وبعدين ترجع هنا وتادي بهذا الشكل وهذا المستوى، وبدليل ان هو جه في الاخر في ماتش الوداد الثاني لما خرج الشناوي وخرج كم لاعب من اللي بيلعبوا، حسين احد المجموعه دي وما كانش علي معلول بيلعب، خرج على اساس يدي فرصه للاعيبه الثانيه ويحافظ على القوه الضاربه عنده في الفرقه منهم مال الشناوي لانه كان جاي من اصابه للمباريات القادمه. مع ده كان تفكير ذكي جدا من موسيماني. طبعا مع الاعتراف ان مثل واحد زي علي لطفي ما نقولش هو غيره لانه وحش، لا ده هو غيره عشان يديله فرصه عشان طبعا يحطه على التراك، يحطه في البطولات الافريقيه، لانه وارد انه اي وقت طبعا اي حد بالظبط. خليني اسالك، لو النهائي مصري الاهلي والزمالك، شايف المباراه دي فنيا ازاي؟ هي فنيه هتبقى المباراه خططيه 100%، يعني هيبقى فيها شغل خطط كتير قوي، هيحكمها التوفيق لموسيماني في اختيار اللاعبين اللي هيشاركوا، في التوفيق للعيبة في انهم يوفقوا في تنفيذ الواجبات اللي بيقولها او اللي معلمها لهم موسيماني في طريق وخطه اللعب، توفيق الفرقه في انها تكون تحتفظ بكيانها وارتباطها، توفيق ان يكون في حكم يدي لكل فريق حقه، اذا لما يدي النادي الاهلي حقه يبقى ما يتحيزش الفرقه، لان النادي الاهلي على مدار بطولات افريقيا عانينا من الموضوع ده كتير، وبطولات ضاعت من النادي الاهلي بسبب الحكام، فعشان كده بقول توفيق الحكم في اداره المباراه وتوفيق المساعدين في اداره المباراه، المنظومه كلها التوفيق لازم يكون، لان التوفيق ده جزء من كره القدم. ناس كتير يقول لك ايه التوفيق؟ لا اصل الفرقه النهارده يقول لك ده مش يومه، لا ده مش يومه، ده النهارده هو غير موفق. فانا بندعو الله سبحانه وتعالى يكون اختيار المدرب لمجموعه اللعيبه، اختيار المدرب لطريقه وبالتالي خطه اللعب، اختيار المدرب للفكر العام في هلعب الشوط الاول ايه، هلعب الشوط الثاني ايه، قراءه المدرب لمراكز القوه ومراكز الضعف في الخصم اللي هو بيلعب معاه، لازم يكون برضو دي عايزه خبرة وعايزة دراسة وعايزة توفيق ان هو يكون حس بيها وشعر بيها، والحكم ان يديني حقي اكيد، ودلوقتي مفيش جمهور فمش هقول ان الجمهور اني جمهور يكسب، لكن انا بقول الاهلي والزمالك مباراة خاصة، وهنرجع ونقول مش هتعبر عن كفاءة الفرقة دي او كفاءة الفرقة دي او اسلوب دي او اسلوب دي، هترجع لي انها مباراه خاصه ولها ظروف خاصه ولها طبيعه خاصه ولها تنفيذ للاعبين داخل الملعب باسلوب خاص. طيب خليني برضو لازم اسال حضرتك على رايك في القائمه المبدئيه اللي اعلن عنها الكابتن حسام البدري للمنتخب الوطني، ده طبعا استعدادا لمواجهه توجو. هم ده تقريبا احسن مجموعه او احسن لاعبين في الساحه او في خلال مباراه. شايف ان في حد اتظلم؟ ما يبانش ان في حد اتظلم، ان لم يكن لو فيه هو بيقول لك لسه قدامي ان انا افكر، ما هو برضه المجموعه دي ما يضمنش ان كلهم سلام ولا لا، هو اختارهم سالهم طبعا بالتليفونات كل واحد انت سليم انت شايفه بس ما تعرفيش عنده اصابه مزمنه عنده اصابه قديمه ممكن اثنين ثلاثه يقعوا هضطر يجيب غيرهم، وطبعا ما قالش اهلي وزمالك لان لسه الاهلي والزمالك في الملعب بالظبط، فما يضمنش اللعيبه دي هتفضل انها سليمه، وهياخد كم واحد من اهلي والزمالك وبالتالي ممكن يضيف من العدد الثاني، يعني فرضنا لو هو عايز 35 لاعب وهو مختار 20 وانا هاخد 15 من اهلي والزمالك ما كملتش لان طلع لي اصابات او طلع لي اي حاجه، يبقى هضطر اكمل من المجموعه اللي بره، فدي مش نهائيه لكن هي دي بتبين الشكل العام اللي عنده.
زائد مجموعه اللعيبه اللي هياخدها من الاهلي والزمالك. بشكرك كابتن فتحي نصير، نورتني النهارده في برنامج السادسه. انا اللي بشكرك وبدعو الله سبحانه وتعالى النادي الاهلي باذن الله باذن الله مشي يوم السبت اللي جاي وهيستلم الدرع ده خلاص ويروح يتحط في مكانه في نقول في دولاب النادي الاهلي في كاسات ودروع، لكن نفكر في التسعه ان شاء الله هي دي اللي تهمنا ان شاء الله ونعتز بيها ان شاء الله نكون بنحتفل بيها قريب. بشكر حضرتك جدا انك كنت معايا وبشكر حضراتكم على المتابعه، وان شاء الله باذن الله يكون فعلا النادي الاهلي بيحتفل قريب بالتسعه في دوري ابطال افريقيا. بشكر حضراتكم على المتابعه.